اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. تمام. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ اقول محمد مجدي. لا عادي بقى، في بعض في بيت. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب. كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. جيمي، خليني ابدا معاك. وما دار في اتحاد كره القدم خلال الساعات الاخيره؟ طبعا كان اليوم قبل اعلان قرار لجنه الاستئناف، يعني طبعا هو كان اليوم طويل جدا، بدايته طبعا من مسابقه كاس مصر والقرعه، مرورا بقى ب يعني النهارده كانت جلسه النظر بشان طبعا يعني لجنه الاستئناف. يعني انا امبارح كنت اتكلمت مع المستشار عادل الشربجي، وكنت سالته على يعني امبارح انت هتعملوا ايه او الفتره الجايه تبقى ماشيه ازاي. كان الراجل صريح جدا وقال انا هروح بكره خلاص بعد انتهاء مهله التظلم من جميع الاطراف، فانا بكره هنزور في جميع التظلمات، مش بس تظلم اي لاعب باسمه او بعينه باي شكل، انا يعني هبص على كل الطعون المقدمه او التظلمات المقدمه في اتحاد الكره المصري. والفعل ده اللي حصل النهارده يعني شفنا ان هو كان القرار في الاطار القانوني بتاعه، وان هم قرروا بعد جلسه كانت استمرت كتير جدا يا كابتن. النهارده الجلسه كانت يمكن من الساعه 5:30 او 6 الا ربع كده، كانت الجلسه مستمره لحد مرورا يعني قبل ما نطلع بشويه بسيطه يعني بنص ساعه او حاجه. والقرار طلع طبعا بالتأجيل طبعا النظر في الاستئناف لحين طبعا القرار اللي هيصدر خلال الفتره الجايه 14/5 باذن الله. فانا بشوف النادي الاهلي مشي على ولو الأطر. تأجل 14/5 بناء على كلام المستشار محمد عثمان من شويه معانا هنا في قناه الاهلي، لو تأجل هيتم التأجيل مره اخرى بالنسبه لوضع الكهرباء. يعني هو النهارده اللائحه بتقول لنا او القرار لجنه الاستئناف بيقول لنا ان هم مشوا فور طبعا الاطار القانونيه بتاعتهم. هم النهارده ده كان قرارهم وشافوا ان هو قرارهم دوت مناسب بالنسبه للطعون اللي قدمت من جانب النادي الاهلي بشان طبعا محمود عبد المنعم كرم. طيب برضو اعرف برضو يا احمد ايه اللي دار من وجهه نظرك في اتحاد كره القدم او من مصادرك بقى؟ يعني اللي دار طبعا كان كل ما علم بعدين في القرارات، ان القرار يعني في البدايه اتخذ يعني في وقت اسبق من الذي تم الاعلان عنه، بس القرار حط في الاعتبار يعني وضعيه او الاطار القانوني فعلا اللي مشي فيه النادي الاهلي، واللي لا يعيب باي حد في اي حاجه ان هو يستشكل على الاجزاء اللي هو شايف انه طبعا قد تكون فيها اولا حمايه لكل حقوق النادي الاهلي في الوقت دوت، ومن الناحيه الثانيه برضو حمايه لكل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي من اي عقوبه قد يرى النادي الاهلي انها لا تكون عادله في الوقت ده. فما فيش اي حاجه غير ان احنا مشينا في اطار قانوني، وده الشيء اللي كل نادي وكل جهه وكل مؤسسه بتسعى ليه في لحمايه حقوقها ولضمان حقوقها، خصوصا قبل ماتش مهم جدا زي ماتش الزمالك في السوبر اللي اعتقد انه يعني ممكن يضيف للكولر شيء مهم جدا، ويضيف للنادي الاهلي السنه دي شيء مهم جدا، هو الحصول على بطولتين قبل يعني انتهاء بطوله الدوري اللي يمكن تكون يعني بشكل كبير يعني النادي الاهلي ضمن الوصول لحته كويسه جدا في سبيل تحقيقها. انا شايف انه القرار بتاع اللي صدر اليوم بشان التظلمات وما الى ذلك، بغض النظر عن اقتناع اي حد بجدواه او بمنطقيته، فهو قرار قانوني بيضع الاطار القانوني في المقام الاول، وده اللي احنا بننادي بيه من زمان ان كل شيء يتم وفقا للاطار القانوني اللي لازم يمشي فيه. طيب خلينا بقى نروح للامور الفنيه وتاهل النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، واعرف رايكم سريعا. يعني لا بشوف النادي الاهلي قدم بصراحه بطوله من صعوده من دور المجموعات بطوله مميزه جدا. النادي الاهلي يا كابتن دايما بيعرف يلعب بطوله دوري ابطال افريقيا، دايما هو المنافس المباشر في دوري ابطال افريقيا. بص على جميع الاراء من جميع الفرق سواء الترجي او حتى الرجاء او حتى قبلها الهلال السوداني، كل الانديه اللي لعبها النادي الاهلي دايما شايفين النادي الاهلي هو رقم صعب، فريق صعب في دوري الابطال. يمكن انجاز كبير جدا النادي الاهلي بيصعد للمره الرابعه على التوالي في دوري ابطال افريقيا لنصف النهائي، وقريب ان شاء الله كمان يكون فايز باللقب هذا الموسم. فانا بشوف النادي الاهلي وصوله للدور ده في الوقت ده من بطوله دوري ابطال افريقيا امر مهم جدا يا كابتن، عشان يكمل سلسله النتائج الايجابيه المميزه جدا اللي بيمر بيها الفريق خلال الفتره الحاليه. انت بتتكلم على بطل يعني مسابقه الدوري بشكل كبير جدا، النادي الاهلي فرق بشكل كبير جدا عن اقرب منافسيه سواء فيوتشر او بيراميدز، بتتكلم على بعد بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك، لو فاز بمباراته المؤجله هيوصل لفريق يمكن يصل ل 20 نقطه، بتتكلم على بطل كاس مصر الموسم الماضي، بتتكلم انه عنده لسه مباراه سوبر، بتتكلم على وصوله لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بشوف ان هي انجازات مهمه جدا للاعيبه النادي الاهلي تحققها الموسم ده، مهم جدا بالنسبه لها انها تستمر في التالق والنجاح في تحقيق البطولات الحاليه. وبشوف بصراحه وعايز اوجه له التحيه لكولر، كولر عامل الروتيشن بشكل كويس قوي 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 في كل البطولات اللي هو بيشارك فيها مع النادي الاهلي،
بص على لعيبه النادي الاهلي مش هتحس كان دايما لما بيجي شهر 4 وشهر 5 في الموسم اللي فات او اللي قبله او اي موسم تاني كنت بتلاقي عدد كبير جدا من الاصابات بيضرب لعيبه النادي الاهلي بسبب الاجهاد. احنا شايفين الموسم ده لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجلها بشكل كويس. مباراه الرجاء انت بتلعب 90 دقيقه في ملعب محمد الخامس، انت مش حاسس بخطوره نادي الرجاء، وده يقول لك قد ايه ان النادي الاهلي كان مركز بشكل كبير جدا في المباراه. يمكن كنا مطمئنين حتى واحنا بنتفرج يا احمد على اللقاء ان حاسين النادي الاهلي يقدر اولا يسجل من هجمه مرتده، حاسين ان صعب النادي الاهلي يسجل فيه. بص حتى على تغييرات كولر سواء في المباراه بتغيير حته انك تنزل ياسر ابراهيم بدايه المباراه عشان هما بيعتمد على الكره الطوليه او حتى الدفاعيه بشكل اكبر، محمود متولي بيبدا الهجمه وبصير اكتر ما هو يمكن قاطع للكرات، فكان فضل ياسر. فبشوف ان تغييرات فنيه تقول لك قد ايه الراجل سايب كل حاجه ومركز فنيا بس مع النادي الاهلي، مركز في الروتيشن مع اللعيبه بشكل كويس، امتى يريح معلول، امتى يريح حياني، امتى يدي الكهرباء، امتى يدي لشريف. اللعيبه مش زعلانه، حتى اللعيب اللي بيقعد على دكه البدلاء مش زعلان في النادي الاهلي. فبشوف وجوده في نصف النهائي قدام نادي الترجي لابد من استغلال عوامل كتير جدا في الترجي الفتره الحاليه. الترجي بيعاني من اصابات بشكل كبير جدا، بيعاني من تراجع في بطوله الدوري التونسي بسبب نتائج كانت وحشه جدا لنادي الترجي، ادت ان هم يلعبوا ماتشات الدوري باللعيبه الاساسيين، فده اثر عليهم في افريقيا. مباراه الشبيبه يمكن الشبيبه كان في بعض اوقات المباراتين كان افضل بشكل كبير جدا، ولكن تتكلم على اجواء كانت صعبه جدا، جماهير كانت صعبه جدا ضد فريق شباب القبائل، فالترجي قدر يصعد لنصف النهائي. لازم النادي الاهلي يكون مركز من دلوقتي في مباراه الزمالك ثم مباراه الترجي، لان بشوف ان الشهر ده هو اهم شهر في الموسم للنادي الاهلي. مجدي انا شايف يعني في الحديث عن ماتش الرجاء، والراجل كولر بيعجبني فيه ان هو يعني شفاف جدا في تصريحاته، ما عندوش حاجه يخبيها. فالكلام اللي قاله اللي هو ان انا بدات اتعود على، يعني انا بشوف ان ماتش الرجاء ده يا كابتن بدايه دخول مارسيل كولر بشكل حقيقي للاجواء الافريقيه الصعبه والاجواء الافريقيه المعقده، لان ده الماتش اللي احنا استنينا نلعبه مثلا قدام سان داونز في بريتوريا وحصلت نتيجه كبيره، لان كولر بادر للهجوم وكان فاكر القاره كلها فرق ينفع تلعب عليها. لا انا بشوف ان الرجاء اقوى هجوم في البطوله من ساعه ما بدات لحد دور المجموعات، عندهم مصدر مجموعته ب 16 بونت، عندهم هداف البطوله حمزه خابه، كل حاجه كانت تقول ان على الاقل خالص انت هتقبل في الذهاب او العوده. اللي حصل الاهلي عمل كلين شيت في الماتشين، عمل حتى في الماتش الاولاني يا جيم اللي كانت اللي كان فيه مبادره هجوميه في الشوط الاول برضو نجحت انك ما تستقبلش اهداف. اللي بيقول لك عشان الشناوي، طب ما هو الشناوي ده حارس مرمى، نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه طيب في الموضوع؟ في افريقيا في طبيعي انه يتقلق بالظبط، يعني انا هستحتاج الشناوي في الاوقات اللي زي دي ولا ما نصدش؟ لا بس برضه عايز شيب الشناوي احمد، لانه كان لها برضه بعض الهجوم في الموسم ده كابتن. شناوي ضربه جزاء صد ليها قدام الهلال كانت مؤثره جدا في فرق الاهداف. صح صح, صح. بعد كده في بطوله الدوري كان بيصد ركلات جزاء. لو ما كانتش شال بتاعه الهلال دي يا كابتن كان 2-0 مش هتبقى كفايه بالزبط. في الوقت اللي كنا راجعين فيه كان 2-0 مش هتبقى كفايه. بشوف ان الشناوي مقدم موسم حلو قوي. انا بشوف كده بغض النظر ان كل اللعيبه بتخطئ في اوقات، بس في الوقت اللي انت فعلا بتحتاجه طبيعي لازم تلاقي محمد الشناوي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها برضو نقطه الترجي بعد الاستغلال كل ده، انا شايف انه طبعا اكيد كل الاطر القانونيه تتحرك، لانه الترجي يعني مش ما بقتش مساله اراء، الترجي لازم يحرم لمده لعدد من المباريات من جماهيره بعد اللي حصل في الماتش ده، لان نص العقوبه اللي كانت موقعه عليه السنه اللي فاتت انه لو خلال سنتين حدثت نفس الاحداث وتعرض وتم تاجيل المباراه لوقت معين لازم يوقف لعدد معين من المباريات وغرامه ماليه وممكن اثنين مباريات وخارج ملعبه. فانا يعني خلاص احنا لينا حق، لازم مش شرط اتكلم فيه بصفتي النادي الاهلي، ولكن اتحاد الكره المصري في الوقت ده لازم يضمن حقوق كل الانديه بصفته الهيئه المخول ليها التعامل مع لوائح الاتحاد الافريقي بشكل مباشر. في الوقت دوت بنشوف الاتحاد المغربي على سبيل المثال بيضغط عشان عقوبه اي نادي مصري، اي نادي تونسي، اي نادي جزائري، وده بيبقى حق الاتحاد المغربي الصرف. في الوقت ده مفيش مشاكل، انت في مخاصم للنادي الاهلي بيلعب في الوقت الفلاني، احنا عايزين نعرف وضعيته، هل تم النظر في عقوباته؟ كيف النهارده اجتمع واعلن انه بدا النظر في عقوبات مغلظه للترجي بشان احداث مباراه شبيبه القبائل اللي اتاخرت 40 دقيقه عن البدايه، وده اتكرر قدام الاهلي والشبيبه اشتكى وعايز اعاده الماتش وعشان قوي جدا. فكل اللي احنا طالبينه ان لا يتم افتئات على هذه العقوبات، لان من حقنا زي ما تعرضنا للعقوبه في ماتش حريه كونكري وحرمنا من جماهيرنا واتلعبنا بتمثيل محدود في بعض الاحيان بقرارات من كاف، سيبك من القرارات المحليه اللي احنا يعني قرارات الدوله اللي احنا بنحترمها تماما، بس كاف احيانا حجم حضورنا الجماهيري لاسباب ليها علاقه بعقوبات صادره وقالوا ان هم مخالفات اللوائح. فدي النقطه اللي انا بتكلم ان لازم نستغلها في ماتش الترجي لاقصى درجه، واللي انا متاكد منه ان الترجي بقى يدخل في حاجز نفسي
مش قليل من النادي الاهلي. يعني انا بشوف ان احنا خلاص تخطينا نقطه ان احنا نلعب خارج ارضنا مع 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 الترجي، لان غالبا في رادس بنحقق نتائج ايجابيه. فانا شايف ان كولر بكل الحاجات دي، بدخوله ماتش الرجاء بالجيم الدفاعي الممتاز اللي لعبه رغم غياب عمرو السوليه اللي هو يعني رابع اضلاع خط الوسط الاساسيين، اذا كنا بنعتبر حمدي فتحي ديانج مروان عطيه عمرو السوليه، فعمرو السوليه ضلع من اربع اضلاع رغم غيابه. احنا لعبنا ماتش دفاعي ممتاز جدا، عرفنا نغطي على اقوى فريق هجوميا في البطوله بالارقام مش كلام، علشان ما يتقالش الاهلي لعب، الاهلي مشي المسار الاصعب، الاهلي لعب اول مجموعته، الاهلي لعب الفريق الاكثر احرازا للاهداف، الاهلي لعب اكثر فريق احرازا للنقاط هذه هذه المجموعه صحيح. وطلع بماتشين كلين شيت، فده من الحاجات اللي ما تخليش بس حد ايه يقلل من انجازات النادي الاهلي. احنا بنوصل، احنا اكثر فريق وصل للنهائي، اكثر فريق وصل لنص النهائي، واحنا في المحطه اللي المفروض من البدايه كله مهيئ نفسه ان الاهلي موجود في الحته دي، فما حدش يعني يقلل من انجاز النادي الاهلي، وفي نفس الوقت احنا مش هنرضى برضو باقل من الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. انا كنت هتكلم في هذا الامر، كنت سايبه لبكره الحقيقه عشان اقدر اتكلم فيه بشكل يعني استفيد فيه اكتر، لانه هناك البعض من المذيعين في بعض القنوات الراديو او التلفزيون في تونس بتتحدث عن النادي الاهلي فريق عادي ومش مخيف، غير مخيف. ما عنديش مشكله ان انت تتكلم، اي حد يتكلم، ولكن دي فئه قليله جدا اللي بتتكلم في هذا الامر او بهذا الشكل، لانه النادي الاهلي بالنسبه لي بناء عليه فريق مش مخيف، اربع سنين ورا بعض موجود، ثلاثه منهم في الفاينل والرابعه في نصف النهائي. تتكلم على فريق قوي جدا، فريق هو حامل لقب البطوله سنتين ورا بعض، ثم في المباراه الفاينل اللي فاتت كلنا فاكرين ظروفها، وبتلعب النهائي المفروض في قلب في ملعب محايد، بتلعبه في ملعب فريق الوداد. فانا بشوف ان النادي الاهلي يعني التصريحات دي اعتقد يا كابتن بتبقى مجرد ان هي يعني بتدي دافع بس لعيبه نادي الترجي التونسي. لا، الترجي عنده مشاكل الفتره الحاليه، مش مشاكل بس فنيه، مشاكل فنيه ومشاكل اداريه، مشاكل مع الاتحاد التونسي. الترجي فريق كبير مهما كان، اكيد اكيد فريق كبير، والناس دي نفسهم يا كابتن اللي قالوا ده النهارده لسه النهارده قايلينه، لا بيقولوا كده من ساعه ماتش القطن، يعني بيقولوا الاهلي لن يتخطى القطن، دي الاهلي يكسب رايح جاي، الاهلي لن يتخطى الهلال 100%. اللي قالوا مثلا اللاعب السابق اللي يعني انا بعتبره يعني راجل بيحترم نفسه بتاع وليد الهشري، احد اعضاء الجيل الذهبي الكبير للترجي، قال قبل ماتش الهلال اللي بيسالوه على تاهل الهلال، قال الاهلي في نص النهائي، ما قالش الاهلي هيعدي الهلال، قال الاهلي في نص النهائي، مع ان الطريق الاهلي كان معقد وصعب. ده بغض النظر عن 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 كلامه او تحققه او من عدمه، هو يقول اللي ولكن ما تقولش تصريح فيه اهانه لنادي بحجم النادي، ما تقولش كده، لان الاهلي على قناته او من خلال وسائل اعلامه ما بيقولش كده على الترجي، استحاله، ولا يفتح بلاتو كامل او منصه كامله علشان يتكلم على ده، لان ما فيش غير ده. الاهلي دائما ما يجد الكلمات المحترمه والمناسبه في وصفه لكل الانديه الكبيره الحقيقه او حتى الصغيره، فالترجي واحد من اهم واكبر الانديه، وسيظل مهما حد دخل وقال الكلام اللي بيقوله ده، ما عندناش مشكله، احنا بالزبط. نقدر نرد بالكلام اللي لا ولعيبه الاهلي كانوا كابتن بتاخدوا دافع حلو قوي يعني ليه، والموضوع بيبقى فارق بشكل كبير قوي كده، ولكن في النهايه يظل النادي الترجي واحد من اكبر واهم الانديه، وهيظل هكذا بالزبط. يعني مش كلمتين من واحد، يعني واحد من الناس اللي موجوده ويتكلم بهذا الشكل تخلينا نقدر، لكن في النهايه اعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه مع الترجي. جدا يا كابتن، جدا مباراه صعبه، لان الترجي برضو اكيد هيفضل عنده دوافع، عنده ظروف، انت بتتكلم في كان في مشكله كبيره جدا هناك، ان هو لعب في الفتره اللي فاتت ماتشات كتير جدا، عنده اجهاد بشكل كبير، عنده اصابات، حمد الهوني اعتقد مصاب. هيغيب عن المباراه بشكل كبير جدا، وغلان الشعلاني كمان هيتصاب مصاب. فانت بتتكلم على الفريق الترجي يا كابتن عنده مشاكل، بس دايما زي ما احنا قلت الترجي فريق كبير، الترجي بيعرف يلعب ماتشات نهائيات، بيلعب ماتشات نصف نهائي، قبل كده كان موجود معانا في اكتر من مره في المباراه النهائيه، بس دايما برضو انا هاخدها بالجانب الايجابي للعيبه النادي الاهلي، مع احترامي لكل نادي الترجي، ونادي الترجي مميز جدا، ولكن دايما نادي الترجي بيبقى من الانديه اللي النادي الاهلي بيعرف يلعب قدامها ماتشات كبيره جدا، لانه بيحترمها قوي جدا، وبيحترمها وبيديها الاحترام بشكل كامل، واعتقد هو نهائي مبكر في دوري الابطال، وحتى نصف النهائي الثاني سواء الوداد وصن داونز برضه هو نهائي مبكر في دوري الابطال. فبشوف ان كولر اعتقد لازم يركز قوي على المشاكل اللي ظهرت في فريق الترجي في بطوله الدوري التونسي، عشان يقدر ان هو يتخطى. انت عارف الدوري التونسي بيلعب على مجموعتين، مجموعه التتويج ومجموعه التتويج، بالظبط، فلازم يكون في تركيز يا كابتن على ماتشات الدوري في الدوري التونسي، وغلطات نادي الترجي وغلطات اللاعبين، يستغل الغيابات بشكل كبير جدا، يستغل حاله الاجهاد اللي موجود فيها نادي الترجي، وبشوف انه لابد انه يستغل الطرفين بشكل كبير جدا في نادي الترجي، الباكين، النادي الشبيبه كان بيوصل لاكثر من مره ورا الباكين بشكل كبير جدا في مباراه الشبيبه والترجي. بشوف ان كولر عنده فرصه كبيره جدا ان هو يستعد للمباراه بشكل كويس، بتتكلم على مباراه السوبر هتجهزك بشكل كويس جدا، اتمنى الفوز للنادي الاهلي في بطوله السوبر، بحيث ان هو بس يكون الجدول برضه الجدول منضغط قوي، يعني الحرس بعدين الحرس لسه برضه مباراه الحرس، وده برضه كنت عايز اقوله، لسه مباراه الحرس، هل اتحاد الكوره
هيأجلها ولا لا؟ لسه هنشوف. هل الرابطة، أنا آسف، هي اللي هتأجلها ولا لا؟ لكن لسه هنشوف، لأن تعرف بطولة الدوري بتبقى مختصة مسابقات. ممكن لو أصل الأهلي لعب صن داونز وكان قبلها بثلاث أيام، فلو تم يعني تخطي مسألة صن داونز. اللي أنا أعرفه إنه أقرب في اتجاه اللائحة بتقول، أو لائحة الرابطة يعني بتقول، وده اعتقد لما توصل للادوار النهائيه. على فكره دي كانت تصريحات رسميه من الاستاذ عامر حسين، حاج عامر حسين، في المؤتمر اللي كان تقديم موسم الجديد، وموضوع اللائحه ما كانوا ساعتها اللائحه كانت موجوده مع الانديه. انا فاكر اليوم ده ممكن جدا ما يتلعبش ماتش الحرس، فناخد يا ريت ياخد لو خد الفتره دي كانت هيبقى فرق معاه بشكل كبير. واعتقد لو فعلا تم عقاب الترجي الماتش بتاع رادس، احنا هنلعب الاول الذهاب في تونس والعوده عندنا والاياب في القاهره. فان شاء الله يعني يبقى الماتش باذن الله متخفف من حمله كتير، يعني عدم الحضور الجماهيري. مهما كان يظل الترجي طبعا فريق كبير جدا، مهما كان فريق مهم وفريق كبير، ودايما مبارياتنا مع الترجي كانت من اهم وافضل المباريات اللي بتلعبها في القاره الافريقيه. جيمي برضو خلاص في مباراه للسوبر هتلعب يوم 5/5، وطاقم تحكيم مصري من سيدير هذه المباراه، او طاقم تحكيم بقياده كابتن محمود البنا. وعلى فيها كواليس كتير دي. نعم فيها كواليس كتير. نحكي يا نجم. بص يا كابتن، دلوقتي انت عارف فيتور ميلو بريرا لما جه كنت مع حضرتك هنا قبل رمضان، وقلت لك ان هو من المدربين اللي هو من اللجنه الحكام اللي عايز يبقى في حكام مصريين موجودين في النخبه، وحضرتك قلت يا ريت، يعني احنا ده بنتمناه ان هو يشتغل عكس يعني يمشي على نهج كلاتنبرج لو كان ماشي بشكل كويس، ويدي كمان اضافات للكره المصريه. الراجل اول ما جه يا كابتن فقعد مع اتحاد الكوره وقال لهم انا مختص ولا لا؟ قالوا له انت مختص، اعمل اللي انت عاوزه. خد الصلاحيات كامله. الراجل جه قبل مباراه بيراميدز في مباراه كاس مصر، اتحاد الكوره مشي بشكل طبيعي، طب نجيب حكم اجنبي، طب نتم استخدام طاقم حكام اجانب، طب نستطلع راي برده فريقي الاهلي وبيراميدز، بيراميدز طلب حكام اجانب. الراجل جه القرار بتاعه قال لك لا، انا هدي الحكام مصريين مباراه نهائي كاس مصر، لان يا جماعه كان رده واضح جدا، احنا ما عندناش حكام موجودين في النخبه الافريقيه، ما فيش حكام هتتواجد من مصر انها تصبح بقى موجوده في مباراه نهائيه في دوري الابطال، في بطوله الكونفدراليه، في بطولات كبيره جدا، في تصفيات كاس عالم، مش هيبقوا موجودين. فاحنا لازم يكونوا موجودين في النخبه الافريقيه. وقتها كابتن كان المرشح الاول لمباراه الاهلي وبيراميدز هو الكابتن محمود البنا، ولكن البنا كان قبلها من فتره، قبلها بفتره كان مبلغ اتحاد الكوره بشكل رسمي ان هو عنده هيؤدي مناسك طبعا العمره ومش هيكون موجود، وكانت الفتره دي اجازه. فادوا له مباراه الاهلي وغزل المحله في بطوله الدوري لو حضرتك تتذكر، والراجل بعدها على طول سافر للعمره. وقتها كانت الاختيارات ما بين ثلاثة، محمد معروف ومحمد عادل وامين عمر، ومحمد امين عمر طبعا رقم واحد بالنسبه لبريرا، فالراجل اداله المباراه رقم واحد بعد البنا. بعد البنا اداله طبعا المباراه بشكل كويس، وراجل قدرها. جه مباراه السوبر كابتن، الراجل بكل هدوء كان مسافر اجازه اللي بتاعت اجازه العيد والكلام ده كله، هو كان فيه هنا اجازه، فالراجل سافر. الراجل اول ما رجع طبعا اتحاد الكوره كان في الوقت ده بيطلع كده كلام ان الحكام الاجانب موجودين في الصوره، وان الاهلي والزمالك مباراه حساسه ومحتاجه طاقم تحكيم اجنبي. الراجل اول ما جه قال لا، انا حاسم قراري والحكم هو محمود البنا، والراجل موجود بشكل كويس، وان الراجل كمان بيقدم بشكل كويس، واحنا عندنا حكام ثلاثه، محمد معروف وامين عمر ومحمود البنا، بيحكموا في تصفيات امم افريقيا، بيحكموا في الدوري التونسي بشكل منتظم، بيتواجدوا في ماتشات دوري الابطال والكونفدراليه، فانا ما عنديش مشكله ان محمود البنا يكون موجود في مباراه السوبر، وبلغه الاهلي والزمالك، وانا هعلم بدري عن الموضوع ده عشان يبقى الجميع عالم ان هو حكم مصري، عشان نقفل باب الاجتهادات. اتحاد الكوره خلاص تسلم الامر. وعايز اقول لك برضه على حاجه، فيتوريا وبريرا كده، فيتوريا وبريرا كده في كل حاجه، كل حاجه، وفيتوريا بيشتغل، ميكالي راح مشتغل، ما انا مدير الفني الاول بتاع المنتخب الاول بيشتغل، وانا بتاع الاولمبي فبشتغل، والحكام بيشتغلوا. بصراحه الثلاثه عاملين فرق بصراحه في اتحاد الكوره، انا اول مره اشوف ثلاثه عاملين شغل كويس قوي بشكل كويس قوي في اتحاد الكوره، بيتواجدوا من الصبح من الاتحاد، بيعملوا خطط، بيعملوا برامج، بيعملوا حاجات كتير جدا. بالنسبه برضه لبريرا، بعد ما خد قرار محمود البنا على طول، بنا يعني علم بالموضوع، استبعده من ماتشات الدوري، استبعده من ماتشات بتاعت كاس الرابطه، واداله مباراه سهله اللي هي ما بين منتخب مصر الاولمبي والكونغو، الوديه اللي اقيمت بالامس، اداله المباراه، قال له يعني بحيث انك تكون برده مستعد لمباراه السوبر، وهتسافر بشكل طبيعي. محمود البنا، محمود البنا، انت قدرت قبل كده مباراه الاهلي والزمالك، دي تفاصيل الجلسه ما بين بريرا والبنا ساعه لما قالوا ده من بلد كذا اللي في كفر الشيخ، اللي جنب بلد رئيس الاتحاد ساعتها. يعني هو كان محمود البنا لو تفتكر المباراه اللي كانت 2-1 للاهلي، محمد شريف، محمد شريف، فقال له انت قدرت بكره الزمالك صد فيها بنالتي، قال له انت عندك، ما عندكش يعني عندك خبرات كبيره جدا، ما عندكش مشاكل انك تدير المباراه، وانا بثق فيك انك انت هتدير اللقاء بشكل كويس. بقى انا جاهز بشكل تمام. على فكره ما جاش اعتراضات ولا رسميه من نادي الزمالك على الموضوع ده، لانه خلي بالك محمود البنا مره ثانيه واحد من افضل واهم الحكام في مصر خلال الفتره الاخيره، ولكن في افريقيا
او في افريقيا، في افريقيا وبياخد ماتشات صعبه جدا، واخد الوداد والرجاء تقريبا في اكتر ماتش معقد في تاريخ الفرقتين، اخر ثانيه في اخر ثانيه الماتش ده 4-4 في محمد الخامس. احمد انا وقتها كنت عملت محور، يعني وقتها كنت عملت محور ساعه المباراه دي، قال لي مباراه صعبه جدا جماهيريا جدا، اصعب ماتش في افريقيا هو الوداد والرجاء في محمد الخامس في نهائي بطوله. اعتقد امين عمر كان معاه حكم رابع، كان معاه حكم رابع. هو كان تعرف ان هو في الفاول اللي جه الجول في اخر دقيقه بلغ امين عمر قال له انزل الملعب انا مش هقدر اعمل تاني السبرنت من قوه المباراه. ماتش والدخلتين واربع دخلات هنا في الماتش وتيفوهات والعاب ناريه، وغير ان في تقرير مراقب، يعني ماتش معقد جدا جدا. يا كابتن هو حال الوقت ان احنا الحكام المصريين ياخدوا فرصه. ايوه بس انا قصدي اقول برضو معلش عشان دي مهمه قوي، محمود البنا واحد من افضل واهم الحكام، انا شخصيا بحبه جدا وبشوف ان هو له ملوش اخطاء واضحه كبيره. لا ولو اخطا ما بتحسش فعلا ان في بند التعمد، ولو اخطا ما بيبقاش بيخطئ عن قصد. بالظبط هي دي بند التعمد، ده مهم جدا. لكن ده مش معناه مره ثانيه، وانا بقول ده مش معناه ان انا مش هطلع لو هو اخطا، مش هطلع اقول ان هو اخطا. لا حق الناس، هطلع اقول ان هو اخطا، وحق اي فريق انه يقول الحكم اخطا، احنا اتظلمنا، وده ما يعيبش في الحكم. لكن احنا النهارده لا استطيع ان انا اجرح في حكم. لا طبعا هو ده بس. عايز اقول لكابتن بخصوص بقى الفار، طبعا هو اعلنوا الفار هيكون طاقم اماراتي ولكن لم يتم الاعلان عنه لحد دلوقتي. طبعا حضرتك عارف ان يعني مصر والامارات دايما في تعاون في الاتحاد الكوره في كل المجالات، يعني في تعاون ما بين رابطة الأندية وما بين الاتحاد الإماراتي ورابطة الأندية الإماراتية. من فترة كانت عقد هنا حتى اجتماع أو مؤتمر صحفي للناس كلها وللصحفيين. عايز أقول لك إن هو كان في اتجاه برضو في الأول إن هو ممكن لو أنتوا عاوزين حكم إماراتي برضو يديروا المباراة، إحنا موجودين وجاهزين. ففيتور ميلو بريرا قرر، قال طب خلاص ما فيش مشكلة، إحنا معانا الاتنين مساعدين، أعتقد هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، لأن برضو كان في حكام مساعدين خدوا لأن أبو الرجال كان خد في مباراة الأهلي وبيراميدز، فخلاص برضو بيحصل توزيع، يعني خلاص أنت خدت هنا فده ياخد هنا برضو، والحكام الفار يكونوا من الإمارات عادي بشكل كويس. واعتقد يا كابتن ان طاقم التحكيم ما حصلش عليه خلاف، وانا سالت قبل ما ادخل الهواء على طول لان كان في طلع كلام ان على الحكام المصريين في المباراه، اتقال لي والله ما جالنا كده بنص، والله ما جالنا اي اعتراض من على حكم المباراه. لا لانه الاعلان المبكر الصراحه كان قرار جيد، كان قرار في صح. الموضوع ده الاعلان احمد خلي بالك التدك كانت زادت قوي، بالظبط زادت جدا وناس نزلت استخدام طاقم تحكيم من البرتغال ومن المانيا ومن ايطاليا حقيقي. فالموضوع ده ما كانش كان زمان الموضوع ماشي لغايه دلوقتي اللي بالك كان ماشي لغايه دلوقتي صح. هل احنا هناخد طاقم تحكيم ولو جه مصري بقى في الوقت ده كان رد الفعل بقى ممكن يبقى يستخدم كذريعه لاشياء كتير. طيب على الجانب الاخر برضو في هذه المباراه اعتقد يا محمد انت كنت دلوقتي بتقول ان لو الزمالك اعتذر فيوتشر هو اللي هيلعب ولا بيراميدز. بص يا كابتن هو اعتقد هيرجعوا بقى للائحه بتاعه اللي هو بتاعه الموسم اللي مش فيها ما فيهاش حته او يمكن عشان ما عنديش بشكل كامل بس انا عندي الجزء بتاع كاس السوبر ما عنديش حته ان لو بطل الدوري اعتذر او بطل الدوري ما راحش مباراه كاس السوبر. هي موجوده انك هتبص بقى على وصيف الدوري. طب في بطل الكاس صح، في لو بطل الكاس هتصل لو طبعا هي ما بين بطل الدوري وبين بطل الكاس. لو بطل الدوري هو بطل الكاس هيبصوا على وصيف الكاس. هي اللائحه اعتقد معانا ولا اشوفها من على الموبايل؟ شوفها من على الموبايل احسن. طيب قولها لنا. هي اللائحه بالظبط بتقول الاتي، يعني تتكلم على طبعا تقام بطوله كاس السوبر المصري بين الفريق بطل الدوري المصري والفريق بطل كاس مصر، وفي حاله فوز نفس الفريق ببطولتي الدوري والكاس من الموسم ذاته وصيف الكاس تقام المباراه بين بطل الدوري ووصيف الكاس. ماشي. وفي حاله اعتذار وصيف الكاس هنخوض المباراه لاي سبب من الاسباب، تقام المباراه بين بطل الدوري ووصيف الدوري ثم ايه بقى، ثم بالترتيب في حاله الاعتذار بالترتيب على طول. يعني كده المفترض ان الاهلي في حاله لو نادي الزمالك قرر الاعتذار بشكل رسمي وارسل حاجه لاتحاد الكوره هيكون وقتها النادي الاهلي ضد بيراميدز. ففي حاله ان بيراميدز مثلا فكر ان هو ما يكونش في كلام عن كده، وفي كلام عن كده هيكون هو في انباء بس بيراميدز ما علقش لسه هنشوف. لو بيراميدز قرر ده هيكون موجود الرابع بتاع الدوري كان فيوتشر اعتقد بتاع فيوتشر. السنه اللي فاتت فيوتشر فبالترتيب. واعتقد ان بيراميدز او فيوتشر لو جالهم الفرصه لو نادي الزمالك قرر ده بشكل رسمي اعتقد الاثنين هيشاركوا في مباراه السوبر لانها مباراه مهمه جدا ومباراه كبيره بشكل كبير جدا. ولكن ماشي ما نشوف ايه اللي هيحصل من هنا اليوم الجمعه لانها زي ما حضرتك قلت هي مباراه مهمه جدا وبطوله. مباراه بطوله يا كابتن، مباراه بطوله ومباراه مقامه في الامارات وبحضور جماهيري كبير جدا. بس عايز اتكلم ان الجماهير ما شاء الله نفذت خلاص كامل التذاكر. كان انا كنت قريت كمان تصريحات للاستاذ سهيل العريفي كان بيتكلم فيها المسؤول طبعا عن تظاهرات السوبر وكمان اتكلم وقال انا يعني عندنا دلوقتي ان احنا فكرنا قبل كده حتى من يومين قال احنا فكرنا في طرح تذاكر جديده من كتر الضغط على حضور المباراه. فانا بشوف يا كابتن المباراه دايما الاهلي والزمالك مباراه مطلوبه جماهيريا في اي بلد عربيه، مطلوبه جماهيريا في اي حته في العالم صح. لان الاثنين بيملكوا جماهير كبير. طيب خلينا بقى نروح شويه للناحيه الفنيه لهذه المباراه يا احمد، وشايف ازاي هذه المباراه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر؟
يعني انا شايف ان كولر اثبت كذا مره الا في بعض المباريات القليله ان الماتشات الكبيره هو بيعرف يديرها بشكل كبير جدا، مع شويه التفاوتات بقى اللي بتحصل في ماتش معين، اتعادلت هنا، استقبلت اهداف هنا، لسه بتاخد على الاجواء الافريقيه مثلا في ماتش زي ماتش سان داونز. ولكن الراجل بيثبت دايما، بدايه من ماتش الزمالك في السوبر والاتحاد المنستيري في تونس اللي هو بدا بيهم مسيرته مع مع الاهلي، ان الراجل ده بيعرف فعلا يدير الماتشات الكبيره ويعرف يحط الخطه ويعرف يحط يعني التشكيل بالعمق اللي هو عاوزه في احداث كانت مختلفه. يعني في بدايه الموسم كان الكل بيتكلم ان ما حصلش تدعيم كبير مثلا في الصيف الا في عنصرين ثلاثه، اكتشفنا فعلا ان تشكيله النادي الاهلي فيها عمق جيد جدا. احنا دلوقتي في نص الموسم بعد استخدامات بسيطه برده في الشتاء، ولكن احنا بنتكلم عن بديل واثنين وثلاثه الحمد لله في كل مركز، لان الاستخدامات فعلا كانت في الحته اللي انت محتاجها، فده ما واجهناش فيه مشاكل. بنوصل لشهر خمسة في الموسم لأول مرة من مواسم طويلة جدا، وإصاباتنا فعلا قليلة، إصابات النادي الأهلي قليلة. قل أعوذ برب الفلق. قل هي مفيش خشب. يعني واحد يقول حاجة النهارده. بنوصل بإصابات قليلة يا مسهل في ماتش السوبر، يعني أقصد خلاص يعني إن شاء الله ما حدش صف التدريبات يعني. طب معلش وأنت بتتكلم برضو دي لائحة يا كابتن. دي لائحة مباراة كأس السوبر زي ما قلنا، هو تقام بطولة كأس السوبر المصري بفريق بطل الدوري المصري وفريق بطل الكأس. في حالة بقى وفي حالة فوز نفس الفريق بطولة الدوري والكأس عن الموسم ذاته، طبعا تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكأس، وفي حالة اعتذار وصيف الكأس عن خوض المباراة لأي سبب من الأسباب تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الدوري. بدي يا كابتن بقى أهم نقطة في الترتيب في حالة الاعتذار بنفس الترتيب بتاع الدوري. طبعا بنتكلم على السوبر يا جماعة بتاع الموسم اللي فات، الموسم اللي انتهى. بس الهمزة مزعل الكاس دي عاملة لي. طبعا بنتكلم عن الموسم اللي فات يا كابتن، واللي كان طبعا بطل الدوري نادي الزمالك، وكان بطل كاس مصر النادي الأهلي على حساب فريق بيراميدز، وكان الوصيف نادي بيراميدز في بطولة الدوري، وكان الأهلي ثالث. طبعا الأهلي هيتشال من الموجود انه بطل الكاس والجاب الرابع ساعتها في فيوتشر. طيب وعلى الجانب الاخر برضو من الاستاذ ايهاب الكومي على كوره بلس، بيقول لم يصلنا اعتذار رسمي من نادي الزمالك ونتواصل مع بيراميدز ليكون البديل في حاله اعتذار نادي الزمالك. يعني كده اعتقد الاتحاد الكره بيكون بقى بيحضر خطاب رسمي لفريق بيراميدز في حاله انه لو جاله اي حاجه من قبل طبعا نادي الزمالك، لان برضو بتتكلم على ترتيبات. يعني لا ما فيش حاجه وسط اتحاد الكره خالص. طبعا ما لا يعترفوا بيوتيوب، يعني ما فيش اعتراف في الحاجات دي الا لا الحاجات الرسميه بالظبط. المكاتبات الرسميه ان انت اعتذرت مش هتيجي. اخيرا مين الاقرب للفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن والله انا بتكلم مش عشان موجود في قناه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي يمكن حالته لو النادي الاهلي والنادي الزمالك في المباراه، بتكلم النادي الاهلي حالته البدنيه بشكل كبير جدا كويسه، الحاله كمان الفنيه بشكل كبير جدا كويسه مع مارسيل كولر. انت بتتكلم على نجاح في بطوله الدوري زي ما قلت والكاس وبطوله دوري الابطال، عمل روتيشن بشكل كويس بين اللاعبين. بشوف ان لعيب كمان النادي الاهلي خاصه في وسط الملعب او الدفاع والهجوم عندهم راحه بشكل كبير جدا، عندهم هدوء بشكل كبير جدا الفتره الحاليه في النادي الاهلي. بشوف ان لكل لعيبه كابتن عارف واجبات مركزه، فبشوف النادي الزمالك الفتره اللي فاتت طبعا في بطوله الدوري يمكن متراجع بشكل كبير قوي، عنده لسه جهاز فني جديد في الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، ما اظنش ان هو لسه عارف كل لعيبه نادي الزمالك بشكل كبير، بدليل الصور اللي بنشوفها ان هو بيسجل بالقلم لسه الايجابيات والسلبيات بتاعه كل لعيب، ما استقرش لسه على التشكيل اللي يقدر يلعب بيه. شفناه في الماتشات اللي فاتت كان بيلعب بحاجه غريبه جدا، ما فيش لعيبه وسط ملعب الارتكاز، وقوه النادي الاهلي اصلا هي وسط ملعب. بتتكلم على عمرو السولية، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على مروان عطيه الرائع، بتتكلم على اليو ديانج، بتتكلم ان عندك كمان قفشه وقندوسي على دكه المدراء، بتتكلم على وسط ملعب انت تقدر تتسيده بشكل كبير جدا في حاله نادي الزمالك، لان كمان وسط ملعب بتاعك اقوى من وسط ملعب نادي الزمالك. خط هجوم النادي الاهلي عنده يعني بشوف ان في سبب بشكل كبير جدا، كهربا متالق، محمد شريف متالق، الاثنين ماشيين على خط واحد، بشوفهم ايا كان مين فيهم اللي يلعب عندهم ثقه بشكل كبير قوي. فبشوف ان كمان خط هجوم النادي الاهلي متفوق على خط هجوم نادي الزمالك. بتتكلم على ناصر منسي هو الوحيد اللي قادر ان هو يظهر بشكل كويس، وبشوف انه ده كان افضل صفقه في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. فبشوف ان المباراه يمكن بتفوق شويه للنادي الاهلي، يمكن اكيد مباراه القمه بلا توقعات بلا حسابات، دايما بشوفها 50 50 مهما تقول ومهما تعمل. بس ده سر معلش، ده كنت هقول انه ده سبب اساس التفوق النادي الاهلي اللي بيدخل محترف 50 بالظبط 50 50 كل الناس بيقول لك قبل ماتشات الاهلي لا ده احنا بس انا الكلمه دي بقولها كتير اصلا. مهما كان الاهلي قوي ومهما كان الزمالك ضعيف، او مهما كان الزمالك قوي والاهلي ضعيف، مباراه القمه لسه مباراه القمه 50 50 وفي 2015 برضو كان يعني كنا في وضعيه افضل، او 2016 تاني سوبر على طول في محمد بن زايد، في محمد زايد اللي هنخوض عليه المباراه ده، كنا اقوى بكتير في الماتش، كنا اقوى بكتير قبل الماتش وخسرنا بركلات ترجيح. فالسيناريوهات يعني سيناريوهات الكوره بشكل عام لا يمكن تغليب سيناريو على سيناريو، طول ما انت وخصمك بتلعبوا منافسه شريفه، بتقدموا 90 دقيقه على اعلى مستوى، كل العوامل نيوترال ومحايده تماما. فاعتقد انه الاهلي عارف ان هي 50 50 والزمالك فريق كبير ويحترم على ارضيه طبعًا الملعب طبعًا، ولازم الاهلي يدخل بالعقليه دي علشان يبقى يستغل كل العوامل اللي بتؤدي لتفوقه في نهايه الماتش. عموما خلونا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه مع
في هذه المباراة. علمنا من جميع المواقع يعني دلوقتي أن هناك اعتذار رسمي من نادي الزمالك. الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم طلع قال أنه لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن، وفي حالة وصول شيء رسمي هنتواصل مع نادي بيراميدز لنشوف استطلاع رأيه في التواجد في هذه المباراة، مباراة السوبر. الأهلي بعيد تماما 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 عن كل هذه الأمور. الأهلي رايح يوم الجمعة يلعب مباراة للسوبر مع نادي الزمالك. إيه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة. أنا بشكرك جدا يا محمد. شكرا جدا يا كابتن. شكرا جدا يا أحمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا وكالعادة أيضا بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، مباراة تانية في بيست أوف ثري أو في نهائي كأس مصر في الكرة الطائرة سيدات. المباراة الأولى فاز نادي الزمالك على النادي الأهلي 3-1. خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل في مباراة غدا إن شاء الله، مذاعة دائما على قناة النادي الأهلي، وأيضا هتكون مع حضراتكم مباراة الأهلي وسموحة في كرة السلة سيدات أيضا في دوري السوبر السلة سيدات. إن شاء الله على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل الفعاليات اللي بتحصل ونقدر نجيبها لحضراتكم دايما بنزحها على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.